معانا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا سياده المستشار. خير يا كابتن. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ لسه راجع والله. مع راجع من السعوديه ولا منين؟ معرفش، كنت في النادي لسه راجع. شفت بس الحمد لله على السلام. كنت بتقول ايه بس؟ قول لي، قول لنا 1 2 3 4 قصه الجهاز الفني. الاول الالتراس البلطجيه خدوا 45 يوم امبارح حبس. وده زي ما قلنا الدوله رجعت تاني. دي في قضيه الشروع في القتل يا فندم؟ واقتحام النادي. واقتحام النادي، تمام. خلاص. طبعا الولاد التانيين بتوع الشبرا نفس القصة، وبرضو بقول لهم لكل اولياء الامور فين البلطجية، فين سيد مشاغب واحمد جودزيلا وطارق مساكن، كل دول مختفين لسه. نعم، كل دول هربانين، لابسين طرح وهربانين. لا تاني، لا لابسين الخلعان رجالة، لابسين طرح وهربانين وسايبين العيال بقى. ها اللي ضحكوا عليهم، بس ما اعتقدش مش هيقدروا يضحكوا على حد تاني لان العيال دي خدت درس قاسي جدا جدا جدا. تمام، نرجع بقى لسؤالك. اتفضل. الجهاز الفني بكل ادب واحترام، نعم، وبالتوافق وجهنا الشكر لحسام وابراهيم وجهازهم. ايوه، ومفيش مشكله اصلا. هم تفهموا الموقف. ودول يعني ناس بيحبوا نادي الزمالك. مفيش اي مشكله. الاتفاق تم على ان في مدير فني اجنبي جاي. في عندنا دلوقتي حوالي 5 سير مش مستعجلين، يعني لان احنا حطينا مدرب عام هيبتدي يشتغل من الولاد من بكره، محمد صلاح. لا، محمد صلاح. فعندنا المدير، فعندنا سير لناس من مدربين برتغال ومدربين المان ومدربين فرنسيين، واخد بالك؟ فوضنا الاستاذ خالد رفعت لان احنا مش هنسمح بسمسره وعموله في مجايب المدرب. وعندنا وقت لسه قدامنا. محمد صلاح هيبقى مدرب عام. ومعاه مؤقتا علاء عبد الغني مدرب مساعد. وايمن طاهر. ايمن طاهر مدرب حراس مرمى. طيب سؤالي، هل الوقت يسمح ان الزمالك يستنى كتير لحين حضور مدرب اجنبي؟ بقول لك يا كابتن. نعم. والله العظيم العمليه ما كيمياء. طب ما بقول لك ايه؟ انا قلت لهم النهارده فوضوني. يلا قول. اقسم بالله وقعدت برضه عملت لهم التشكيل والتغيير. تمام؟ القصه مش كيمياء. وببلاش. بلاش خالص، لا بقى بدفع. خلي بالك عمال ادفع في النادي ان شاء الله. بس هتاخد مين جهاز معاون معاك لو مسكت مدير فني؟ لا بجد والله يعني. طب ما قول لي اهو. شوف احنا بس عايزين انا بتكلم بجد المره دي والله. طيب. لان انا عندي معلومه من الكابتن سمير محمد علي. عارف سمير محمد علي طبعا؟ طبعا. سوداني مصري. تمام. ان في سحر اسود معمول. تمام. وده موجود مذكور في القران. فاحنا برضه هنقول للكابتن سمير، من فضلك يا كابتن سمير، ما دام انت عرفت ان في سحر اسود في كلنا. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني طبعا زي ما قلت لك بالتوافق مجلس الاداره النهارده بالاجماع. قرر توجيه الشكر لحسام ابراهيم. ومفيش نصيب، يعني انت عارف الكره احيانا بتقف. واخد بالك؟ بالنسبه للمدير الاداري، انا سامعك بس في الدقيقه وما ما جيت. بتتكلم عن سيد متولي. لا، سيد متولي بره. هو شغال في الجهاز بتاع الناشئين. خلاص. حماده انور؟ حماده انور، انا اللي اقترحت حماده انور. كويس. وكان طبعا مفاجاه للمجلس ان انا بقترح حماده انور. لان معروف حماده انور علاقته بممدوح عباس واسره ممدوح عباس. حتى لما بعض الاخوه الاعضاء قالوا لي الكلام ده قلت لهم انا عارف، انا يهمني حاجه واحده، كفء في المكان ده ولا مش كفء؟ تمام. كفء يا سلام، يتفضل. قصه ممدوح عباس او كمال او اي اسم، خلاص قصه منتهيه. تمام. وانا رئيس النادي دلوقتي. مش هشغل بالي بقى باللي فات، خلاص. تمام. تمام. قلت لهم لو حماده انور يعني هو كفء، اتفضل ما عنديش مشكله. كويس. لانه في ناس كتير شكرت فيه. طيب. يبقى الجهاز المؤقت حاليا محمد صلاح، علاء عبد الغني، ايمن طاهر، حماده انور. او هاني عباده. او هاني عباده. بالظبط. تمام، زي ما انا قلت. طيب خليني اقول لك مين اللي بلغ حسام حسن بقرار الاستغناء عنه او توجيه الشكر ليه؟ الاستاذ المستشار احمد جلال. انت كنت على الحياد في الموضوع ده ولا كنت؟ لا، انا كنت على الحياد فعلا يعني. على الحياد؟ طبعا. يعني انت ما طلبتش باقاله الجهاز الفني لان كان ليك تصريح شهير حتى لو هبط الزمالك الى القسم الثاني سيبقى حسام ابراهيم. انا عندي مجلس اداره. خلي بالك. مجلس اداره بجد مش هزار يعني. مجلس اداره بيتكلم انا بس عايزك النبي النهارده بعد ما تخلص تعالى شوف النادي بقى النهارده بقى عامل ازاي. النهارده بعد ما النجيله الصناعيه اتعملت في كل الجناين. مجلس اداره شغال، كل واحد ماسك جزء، كل واحد ماسك قطاع، واخد بالك؟ واحمد سليمان في امريكا بناخد رايه. واخد بالك؟ بناخد راي كل الناس. وعلى فكره انا بتبع نظام القضاء. ان اسمع الصغير الاول.
يعني النهارده المحكمه تيجي عشان تبقى عارف او جناح مستأنف بكون دائره ثلاثه يستمعوا لعدو رئيس الدائره يستمع لعدو الشمال الاول وبعدين عدو اليمين. ليه؟ لان ممكن لو سال اليمين الاول الاقدم الشمال يتاثر بيه بياخد راي الصغير الاول. الناس كلها قالت رايها طبعا زي ما قلت لك مفيش مشكله بين ربيع حسام وابراهيم. هل في شرط جزائي يا فندم ليهم؟ لا ما هو يعني مش عايزين نتكلم في العقد لان العقد مفيش مشاكل. العقد فيه مشاكل؟ مفيهوش مشاكل خالص خالص خالص. لا يعني ما لهمش حق في شرط جزائي الاثنين؟ ما عنديش مشكله معاهم خالص. يعني حتى لو ليهم شرط جزائي هياخدوه؟ طب ايه 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 حيثيات اقاله حسام ابراهيم يا فندم؟ والله يعني برضو في ناس اتكلمت ان احنا لعبنا حوالي 6 ماتشات فيتا والهلال ومازيمبي والاهلي قعد 4 تقريبا مش كده؟ نعم الشرطه والداخليه والجيش او اتعادلنا في 2 و برضه في الناس اتكلمت يعني في لعيبه دلوقتي هو انت اشتريت طارق حامد دي عشان يبقى بره اشتريت عبد الله السيسي عشان يبقى بره معروف ديودار يعني حتى اللعيبه اللي انت جايبهم انا ما هو مش هيلاعب طبعا ال 18 لاعب تمام لكن في حاله تذمر بين اللعيبه خد بالك ده بالاضافه طبعا انه الحظ مش ماشي و يعني مش عايز اتكلم في تفاصيل فنيه كتير عشان بس بدخل فنيات لكن هو خلاص النصيب كده وفي رغبه اكيد من الاول ان كان يجي مدير فني اجنبي لانه الزمالك والاهلي لا يصلح لهم الا مدير فني اجنبي لا عارف ده مين ولا بيحب مين ولا بيكره مين ده مدير فني اجنبي وما حد بيفهم في الكوره اعتقد محمد صلاح كوير يعني طيب. اعتقد انت تتفق معايا محمد صلاح طيب من المدربين اللي هم بيفهموا في الكوره اكيد من سيتحمل راتب المدرب الاجنبي والله راتب مدرب اجنبي في حد احنا حاطينه زياده انا ما يعني بتقلقش انا بتحمله يعني لن تتحمل خزينه نادي الزمالك راتب المدرب الاجنبي لا في حد احنا حاطينه حد انا بحسب حد شخص انا متاسف في يعني مثلا رقم بالزبط. ثم في حد من رجال اعمال ممكن او انت رئيس النادي بالزبط. تتحمل طيب سؤال كمان امتى متوقع وصول المدرب الاجنبي والله هو كان في مدرب هيوصل خلال 48 ساعه لا دوراتي تمام لكن احنا قلنا احنا عندنا وقت ما دام مدرب عام وعارف اللعيبه قبل كده اشتغل معاهم مش مستعجلين واخد بالك لكن عايزين بني يعني مدرب هو الراجل ده كان ميزته انه عارف لعيبه الزمالك يعني لما حصل حوار معاه انه شايفهم ومتابع الدوري المصري واخد بالك لكن احنا مش عايزين واحد يعني هنشوف واحد واثنين وثلاثه واربعه هتقارن بين السيفيهات لا احنا مفوضين خالد رفعت لا يعني خالد رفعت هيقعد ويعرض على المجلس بالظبط كده تمام مفاوضينه سياده المستشار هيعرض في خلال قد ايه؟ ثلاث ايام بكتير يعني النهارده الخميس يبقى يعني جمعه خالد دلوقتي قاعد بصفه مدير التسويق يشوف السيره الذاتيه لكل مدرب ومين اللي قاعد دلوقتي ومرتبه يتمشى بقدر المستطاع مع امكانيات النادي واخد بالك دي خلاص احنا فوضنا خالد رفعت عشان نبعد عن السمسرة والعمولات والكلام كويس هل بالفعل رفضتوا اسم كامبوس البرازيلي بعد ما تم عرضه امبارح؟ كامبوس المدرب البرازيلي كان بيدرب الهلال السوداني يعني لما اتعرض بعض قالوا نتائجه سيئه جدا لم يعرض اصلا كامبوس اسم كامبوس ما اتعرضش اصلا في واحد رمى اسمه امبارح فين؟ يعني في القعده ما قعدناش امبارح قعدت امبارح انا وهاني زاده كنا قاعدين نتعشى في البلكونه وجالنا احمد مرتضى وشريف منير يتعشى معانا بنقعد كل يوم نتعشى هناك لم يعرض الاسم ده اصلا مين كان صاحب فكره الاستغناء عن حسام؟ تقريبا المجلس المجلس برئيسه ولا المجلس من غير رئيسه؟ لا تقريبا المجلس برئيسه رئيسه بيتكلم في الاخر والراي ده كان على هواك؟ انت عارف انا بحب حسام ابراهيم جدا نعم بس انا قلت قبل كده بس بحب الزمالك اكتر طيب خليني برضو اسالك هل مش خايف انه مع تغيير بعد 3 مباريات ممكن ده يسبب انهيار لفريق الكره هذا الموسم ايا كانت كفاءه المدرب اللي جاي؟ شوف انت عندك مناسبه ان دي احسن فرصه لو عايز تغير انك عندك حوالي 20 يوم توقف. ادي واحد. اثنين انت لسه في بدايه الموسم والولاد لسه مع يعني طالعين من فتره اعداد. نمره ثلاثه اللي يعمل قرار باعاره عبد الشافي يبقى ما بيخافش من حد. كان عندكم حرج امبارح باشراك عبد الشافي في اللقاء؟ جدا جدا طبعا طبعا لكن انا يعني انا طلبت مراجعه حسام ابراهيم ان بلاش محمد عبد الشافي يلعب لسبب بسيط جدا فلوسه جت الصبح بقاش ملكنا نعم فيحصل له اصابه وكلمني سمو الامير فقلت له لا مش هيلعب خلاص ما دام فلوس جت يا
انت راجل عملت عقد، انا مضيت العقد، هو مضى العقد وفلوسنا جت، واخد بالك؟ لكن لما صمم كابتن ابراهيم قلت له، انا طبعا من قلت قبل كده اللي بيتلسع من الشوربه بينفخ في الزبادي، فانا يعني حسبتها كده من نفسي، قلت لا قدر الله حصلت هزيمه او تعادل هيقولوا مرتضى عشان عبد الشافي هو اللي كان هيجيب، فعبد الشافي لعب والتعادل برضه. لكن طبعا يعني متضايق جدا طبعا. انه هل ده كان ليه يعني سبب في اتخاذ قرار باقاله حسام ابراهيم؟ ده جزء ده جزء. طيب ده جزء. خلينا اخدك بعيد عن القصه دي، محكمه عابدين رفضت القضيه اللي حضرتك كنت مقدمها وقالت عدم الاختصاص. يا فندم المحكمه ما رفضتش. ايوه يا فندم. المحكمه ودتها لمحكمه القضاء الاداري المختصه يوم 18 اكتوبر. وفي قضيه تانية في نفس المحكمه في دايره تانية ضد العيال الساعه البلطجيه دول. وكل الافراح اللي هم عاملينها دي لما مؤاخذه، ده الهيفة تافهه ومصيرهم السجن. تاني مصيرهم السجن. وانت شايف تجديدات 15 في 45 في 45 خلاص ما عادش فيه هزار مع صيعه بلطجيه، قصه انتهت. والنهارده على فكره هو بقول لجمهوري الاهلي المحترم المحترم مش البلطجيه مش اللي بيقتحموا، الجمهور اللي انت بتشوفه احمد كل يوم واخد بالك اللي بيبقى قلبه على الاهلي بجد اللي ما بيقتحمش ويحرق النادي. خلاص لما مرتضى منصور يتنازل عن شكواه ضد باسم، فنزلت رسميا النهارده يا فندم؟ انا من الصبح راح، وانا كلمت جمال علام انا اللي كلمته كلمت احمد مجاهد وكلمت محمد عبد الوهاب وعلاء علاء مقلد علاء صادق علاء عبد الصادق صادق كلم علاء مقلد مقلد الصبح قال له يا استاذ مرتضى خلاص ما تكلميش في حاجه، هو خلصها اصلا. لا يعني في ورق رسمي يا فندم راح لاتحاد الكوره؟ يا فندم اتحاد الكوره استلم جواب رسمي من نادي الزمالك اليوم صباحا الصبح النهارده بالتنازل عن الشكوى ضد باسم علي. لا بنؤكد بالثانيه تنازلنا عن شكوانا ضد اللاعب فلان الفلاني تمام لاعب النادي الاهلي تمام، حتى نؤكد العلاقات الطيبه بين فريقين كبار، كلام مكتوب النص انا اللي كاتب تمام، وبنقول لاتحاد الكوره من فضلك احنا تنازلنا وسحبنا شكوتنا خلاص واتصرف على ضوء صاحب الشكوى. ده بيقول للولاد المتعصبين او بعض الاعلاميين، يعني في ولد امبارح طلع في برنامج كده تمام هيدنه زي ما هو اقسم بالله قزم، يقول لك ايه هو عمل كده عشان عايز يعمل نفسه جدع. ايه ده؟ هو انت لما تعمل تصطدم بالنادي الاهلي لاسباب بقى حقيقيه او غير حقيقيه تتشتم، لما تعمل مبادره محترمه مع النادي الاهلي بقيت انا عايز اعمل جدع، لا انا جدع غصب عنك، الواد اللي قال الكلام ده انا جدع غصب عنه. لكن انا بيني وبينك يعني الاستفزاز اللي عمله امبارح ده، بس انا قلت ايه ده؟ مين ده؟ ولا ليه لازمه ولا ليه قيمه؟ لا هتنازل لان اديت كلمه، ولما محمد عبد الله اتكلمت دي خطوه موفقه تحسب لك، تحسب لمجلس الاداره وتقفل احتقان كان ممكن يبقى متواجد بالظبط كده الفتره المقبله دي. دي حاجه جميله. طيب ارجع تاني لملف كره القدم، سياده المستشار مش خايف على الفريق السنه دي؟ مش خايف النتائج تهتز تغيير بعد ثلاث مباريات في مسابقه الدوري العام؟ شايف ده كان تغيير مستعجل جدا يا فندم؟ والله انا شايف ان باذن الله ان شاء الله، انا متفائل الزمالك ان شاء الله باللعيبه دي هياخدوا الدواء ان شاء الله. يا عم خليني ادربهم انا كل شيء اقول لك خلينا ادربهم. طب بالدولار ولا باليورو ولا بالعسل؟ يا عم انا عايز دولار ولا تاني عسل؟ يعني احنا لا عايز منك عسل ولا عايزك انا عايزك تورسيني بالظبط كده. هل هتبقى انت المشرف على كرة القدم يا فندم؟ نعم هتبقى المشرف على كرة القدم. اقول لك حاجة النهاردة برضه سر من الاسرار. ايوه النهارده الدكتور حازم ياسين، تعرف راجل محترم طبعا، قال لي حضرتك احنا مفاوضينك بصفتك رئيس لجنة الكورة تمام؟ قلت له يا فندم رئيس لجنة الكورة ايه يا فندم؟ يا عم تفوتي من قصه لجنه الكوره دي، المجلس كله بيجتمع بناخد راينا مع بعض. ده قافت يعني ممكن تلاقي لجنه الكوره تنفع في الاهلي بس ما ينفعش في الزمالك. فانا طبعا رافض ابقى رئيس لجنه الكوره واداره الكوره ولا الكلام ده. يعني كفايه الهموم اللي عند الواحد. مش هتحط حد من المجلس، بس انا عارف انت المتحدث الرسمي في موضوع المدرب الاجنبي. لحد ما تنتهي القضيه دي مش هيبقى لك علاقه بفريق الكوره بعد كده خالص. خالص. انا يا اخي انا وصلت لمرحله ما بروحش المطوشة. خليني اسالك سؤال، انه فرضا ما عرفتوش تصل الاتفاق مع مدرب اجنبي، فرضا وارد مش كده برضه؟ 1% ماشي، هتجيب مين مصري؟ مستر مرتضى. يا عم
طب بعيدا عن مستر مرتضى منصور. هيبقى برضه مستر مرتضى. طيب لا بجد بجد. مستر مرتضى بتتكتب بانجليزي كويس. طيب ماشي. وانت شكلك خواجه كمان. بالظبط كده. لو ما حدش ياخد باله. واخد بالك؟ اه هلبس زي ما تميم لما لبس بدله وراح الامم المتحده في يوم ما كنت مع احمد استاذ احمد موسى. قلت له يا تميم فاكر لما تلبس البدله والكرافته مش هعرفك. ما انت برضه ابن موسى. انا اعرفك برضه. طب خليني اسالك لو فعلا المفاوضات توقفت لسبب ما او لاخر مع المدرب الاجنبي، مين هيبقى مصري؟ المدرب الاجنبي. لا وارد. لا 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 خلاص يا عم خدنا على قد عقلك. لن يستبدل حسام حسن بمدرب مصري. يعني ميدو فرصه ايه؟ لن يستبدل تاني، لن يستبدل مدرب اجنبي بمدرب مصري. لن يستبدل حسام بمدرب مصري. مدرب مصري اه يعني حسام بمدرب مصري. خلاص ده الموضوع محسوم يعني. خالص يا اخي. اه. والا ما عملناش حاجه. والا تبقى ما عملتوش حاجه. بشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.